هي واحدة زي شيماء تستحق ان هي اللي تتولى ملف الاعداد النفسي لغيرها من البعيد. لسه كنت عايزه اسالها فعلا. يعني بصي يا شيماء، انا وكريم مهتمين جدا بهذا الملف، واستضفنا كتير من ابطالنا البارالمبيين اللي بنسعد واحنا حتى بنسمعهم، فمعلش هروح معاكي للنقطه دي شويه. واجهتي ظروف معينه، قدر معين كبرتي عليه، كان في اهتمام من اهلك الحمد لله، طبعا كان في دعم كبير، ولكن برضو انت زي ما بيتقال كده خلاص واجهتي الحياه برضو. فكره ان انا اامن بنفسي وامن بنفسي ان انا اقدر اكون بطله، وان انا اقدر ان انا امارس حياتي بشكل طبيعي مهما كان عندي مشاكل، دي مش سهله، دي عايزه قوه. فممكن تقولي لنا اللحظه دي اللي انت كنت قاعده فيها مع نفسك، او اللي خدتي قرار رغم اي صعوبات انا هكمل وهوصل وحياتي مش هتوقف؟ لان ناس كتيره، خليني اقول مش اسوياء طبعا، كلنا اسوياء بغض النظر، ولكن ما عندهمش الاراده والقوه ان هم يكملوا لما بيواجههم تحدي مهما كانت ظروفهم كويسة. فأنت اللي تقولي لهم يعملوا إيه؟ أنا بكلمك بجد. والله بصي، هو فعلا يعني سبحان الله، هو الواحد بتبقى عنده طاقة مش بتبقى مختلفة عن بقية البشر على فكرة، بس هو لأن أنت طول الوقت كانت في الأول نظرة المجتمع مختلفة ليكي، فأنت بتتحدي نفسك عشان تثبتي ليهم أن أنا شخص عادي أقدر أن أنا أقوم بأي حاجة، وأقدر أن أنا أشتغل، وأقدر أن أنا ألعب رياضة. وخصوصا أنا ما لعبتش رياضة وأنا صغيرة، يعني أنا لعب رياضة من وأنا عندي 20 سنة، فما كنتش بلعب أصلا. وخصوصا لأن ده كمان ما كانش فيه يعني اي حاجه اعلاميه تقول لك ان في رياضه لذوي الاعاقه، كانش لسه زي دلوقتي طبعا. في تحديات كتيره حصلت كتيره، بدايه من وانت في المدرسه، ان انت ما كانوش هم متقبلين اختلافك في العموم، الاطفال يعني سواء الاطفال او ان المدرسه ترفض ان انت تدخلي من غير مرافق، فدي كلها كانت موجوده. في حاجات كتيره، تحديات كتيره. انا حاسه ان التحديات ديت مع الاسره، ان هم كنت انا ببقى راجعه وانا معيطه عشان خاطر مثلا مش عارفه العب مع الاطفال، ممنوع ان انت تنزلي البريك بتاعه الدراسه، حاجه صعبه جدا. فكل الحاجات دي بترجعك، المفروض ان هي ان لو انت شخصيه ضعيفه نفسيا، ده المدرسه عايزه تاهيل نفسي. ايه ازاي كان ده بيحصل؟ ايه ده؟ مليون في المية غريبه جدا. طبعًا. فلو انت فعلا هتبقي ضعيفه نفسيا هتلاقي نفسك وقعتي في اكتئاب والحاجات دي، ودي بيبقى من الاهل. الاهل بترجع لهم انت متضايقه، فهم بيحاولوا يبسطوا لك الدنيا عشان تقدري تقومي تاني. وخصوصا دوت كان البيزك يعتبر اللي انا قمت عليه لحد ما وصلت للرياضه. قبل الرياضه كان الموضوع مختلف، كنت شخصيه شويه ممكن اكون مش متكلمه كتير. الرياضه لا، الرياضه ادتك مساحه من خليتك تبقي واثقه في نفسك قوي، يعني انا قدرت ان انا اتحدى. طب ما انا هو ما عنديش مشاكل، صح، وانت ما عندكيش مشاكل عادي حقيقه. ما ده انا بقول لك عليه، انا ببقى من جوايا ما عنديش مشاكل، لكن نظره المجتمع ليكي بتخليك تحسي ان انت في مشكله. هو ممكن يكون اللي بيبص لك البصه دي اصلا سوي جسديا، لكن عقليا او نفسيا غير سوي تماما، واقل منك بكتير في الاراده. فيعني كلنا بنسب معينه زي بعض، يعني ما فيش الكلام بس ده اصلا. بصي، هو يمكن دوت هو مش عيبه، هو هي النقطة ان هو ما كانش عنده الوعي الكافي، صح، ما ترباش في البيئة دي، ان هو يشوف حد عنده مشكلة، صح، ويتقبله ببساطة، صح. فهي دي النقطة. انت كنت بتقولي من شوية وانت بتجاوبي نهاوندا على واحد من اسئلتها، بتقولي ان احنا يعني ان انت عملتي مجهود عشان تثبتي للناس ان انت عادية، ان انت بني ادم عادية. ده مش حقيقي. مين قال لك ان انت بني ادم عادي؟ انت فوق العادي. انت بناء على ايه شايفة نفسك بني ادم عادي؟ صح، انت سوبر انسانة. احنا بنتكلم على في تركيبات شخصيه كده ونفسيه حقيقي ايقونيه جدا، ولازم تكوني عارفه بل ومتاكده ان انت ملهمه جدا. كلمه يعني ملهم لما تتقال على شخص، ده احنا بنتكلم بطبيعه الحال على شخص استثنائي، فانت انسانه استثنائيه مش بني ادم عاديه باي حال من الاحوال. كتير والله عليك. تعالي بقى ناخدك للبطولات، وانت بسم الله ما شاء الله، يعني برغم ان انت ابتديتي ودخلتي عالم الرياضه اولمبيه، موجود تلاقي بطولات عالم، تلاقي كله شغال ما شاء الله. اقوى واصعب بطوله عديتي بيها كانت انهي؟ كانت بطوله العالم لالعاب القوى في 2013. كانت بطوله صعبه قوي، لان كنت بثبت فيها ان انا قعدت فتره 4 سنين أو 5 سنين كل ما انا اجيب رقم واحقق نتيجه يجوا يقولوا اصل احنا مش محتاجين بنات تلعب. الله الله الله، هاتوهم هاتهم لي بقى، انت شايف اللي بيحصل؟ والله العظيم توقعت ان انت هتقولي الرد ده. والله هاتهم لي بيحصل وانا
بصراحه كنت الكلام ده 2013 لا 2008 يعني فتاهلت للاولمبياد في 2008 وما طلعتش فاحبطت جدا. وبس بعدها ابتديت ان انا اكمل تمرين تاني وتاهلت في 2012 للندن وما طلعتش. ليه بقى برضو بنفس السبب؟ لا بجد يعني 2012 هو الوضع دلوقتي اختلف تماماً. بس الواحد حزين ان هو يسمع حاجه كده. يعني بصي هو يعني الاتحاد اللي قال لكم مش عايزين بنات ولا مين؟ لا مش الاتحاد بصراحه كان المدير الفني. مدير فني هو اللي من 2008 هو نفس الراجل مشي ولا مش لسه معانا؟ لا لا مشي. يا ريته كان معانا. لا لما مشي انا دخلت في 2012 تاني يعني. انا كنت اتمنى تبقي انت خلي بالك يا ستاند باي على شعرك يعني شوفي مين بدايقك بس واعملي كده. يعني كنت اتمنى بصراحه لان ضاع مني بطولتين اولمبيتين وبعد كده يمكن 2016 مش ضاع منك ضاع من مصر بالمناسبه. انا بكلمك بجد ان انت كان ممكن جدا نسبه حصولك على ميداليه كبير فضاع من مصر. هي المشكله او الغلطه اللي الراجل ده عملها او المسؤول ده عملها وقتها ان هو اتعامل بطريقه مش يعني فيها نوع من الايه خليني اقول يا كريم يعني لا ايه اللي هو بيعمله ده يعني لا منطقيه. خليني اقول لا منطقيه اصلا لا يمكن. بصي دستور الدوله يمنع التمييز على اساس الجنس فالراجل ده بيتكلم في حاجه ضد الدستور بتاع البلد فاللي هو بيعمله ده تصرف تماما خاطئ. ولو انت كنت وقتها اشتكيتي او لجأتي لحد صدقيني كان ممكن الوضع يبقى مختلف. بس برضو وقتها ما كانتش الرياضه اصلا واخده حيز كبير الحق يقال وما كانش الاهتمام بينا ولا الرياضة النسائية كمان. صح. برضو هنقول ان عدم مشاركتك في الدورتين دول برضو ضربة قدرية يعني هنمشي او ثلاثة ضربة. طب ايه اللي جاي بقى بالمناسبة؟ ما هو بقى دي النقطة يعني لو انت مش بتحاول ان انت تزق نفسك على حاجة انت بتحلم بيها مش هتقدر تكمل يعني. صح. لو انا بفكر من 2004 دي كانت دورة الالعاب البارالمبية اللي انا حضرتها وان انت تتأهل لثلاث دورات اولمبية وما تطلعش غيري كان ممكن يسيب حلمه ويمشي. صح صح عندك حق. فمش قادره يعني انا كل اربع سنين حتى اخواتي من كتر ما انا متمسكه بالحلم قوي فهم يقولوا لي احنا بنزعل عليكي لما الموضوع يقع تاني وانت تقعي نفسيا وتقومي تاني يعني احنا فجاه بنحس ان احنا جنبك ولا حاجه من كتر ما احنا ضعاف. لا انا ماسكه في الحلم ماسكه فيه لحد البارالمبياد باريس. كلام حلو عن باريس ان شاء الله.